التوقيت، المدافع يبعد كرة من على خط المرمى، قراءة رائعة، ردة فعل كبيرة. فرصة كانت ثمينة للتسجيل من علامة الجزاء، لم تستغل. هذه اللقطة اللي كانت تتطلب هدوء وتركيز وتدريب كبير على تنفيذها. المنافس يسيطر على الكرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. آلين، شوف المهارة، يعدي فيها، انطلاقة باتجاه الهجوم.